إن التوقيع على الاتفاقية الإطار بين دائرتنا الوزارتين وإنشاء مخبرين لا يمثلان سوى الخطوة الأولى لبرنامج طموح سيمس كل القطاع بما فيه الهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. في هذا الإطار سنسعى جاهدين إلى خلق ديناميكية لجعل كل من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والمعهد الوطني للعمل مؤسستين فاعلتين في مجال البحث العلمي، وإيمانا منا بأهمية البحث العلمي قامت الحكومة بتسخير وسائل ضخمة وتعبئة طاقات بشرية كبيرة من أجل ضمان نشر المعرفة العلمية لفائدة التنمية الاقتصادية. واليوم أود أن أؤكد مجدداً بأننا على أتم الاستعداد للمساهمة في توجيه وتأطير كل المحترفين في القطاع، لا سيما من حيث ترقية قدراتهم المنهجية، إضافة للعمل سوياً على انتقاء مواضيع البحث ذات الصلة بالانشغالات الميدانية لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك حتى يعكف الباحثون بشكل خاص والأسرة العلمية بصفة عامة على التكفل بمشاكل التنمية الاقتصادية للبلاد ودراسة تلك الانشغالات وإيجاد الحلول لمختلف العوائق التي يطرحها واقع العمل والتشغيل، لا سيما من حيث التكيف مع المتغيرات الراهنة وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز الخدمة العمومية.